باسم الآب والابن والروح القدس، أمين. أبنائي، اليوم الكنيسة المقدسة بتحيي تذكار جميع القديسين. اليوم بعد ما كان الأحد الماضي أحد العنصرة اللي حلول الروح القدس على الكنيسة، على الرسل، تأسيس الكنيسة، حلول الروح القدس على كل عضو من أعضاء الكنيسة حتى يآزرنا ويقوينا. هذا الروح القدس اللي أخذناه بمعموديتنا، بيوم معموديتنا كل واحد أخذنا مواهب الروح القدس، لما الكاهن مسحنا وحكالنا وختم كل عضو من أعضائنا بختوم الروح القدس، وهو يحكي ختم موهبة الروح القدس، أمين. يعني ختم كل عضو من أعضائنا بختوم الروح القدس، وأصبحت أعضائنا مش إلنا ولكن للمسيح، وأصبح جسدنا هو هيكل للروح القدس، حتى الروح القدس يسكن فيه، يسكن فيه. وهيك الإنسان، نحن البشر اللي سقطنا بآدم عدنا للفردوس بيسوع المسيح. هذا هو فرح، هذا هو مجد، هذا هو بهاء الكنيسة وأبنائها. وبالتالي كل واحد منكم أبنائي، بهاءكم ومجدكم وفرحكم إنكم أنتوا أبناء المسيح، أنتوا اللي الروح القدس الساكن فيكم، أنتوا اللي أخذتوا مواهب الروح القدس. ولكن علينا مسؤولية، مسؤوليتنا هي بتكمن كيف مناش نطمر ونخبي ونخفي بأوساخ العالم وبخطايانا نعمة الروح القدس، ولكن منا نخلي قلبنا دائما يكون نقي طاهر، أفكارنا تكون نقية طاهرة، فكرنا يكون مصنع للأفكار الصالحة مش مصنع للأفكار السيئة وأفكار سوء النية تجاه القريب وتجاه نفسنا. هاي هي مسؤوليتنا، مسؤولية كل واحد منا. ونحن في الأسبوع اللي مرقنا فيه هو أسبوع العنصرة، مسؤولية كل واحد فينا كيف منا نحافظ على ختوم معموديتنا، وكيف مناش نطمر نعمة ومواهب الروح القدس اللي ساكن فينا. هاي مسؤولية كل واحد منا، وهاي المسؤولية رح نأديها أمام المنبر الإلهي في يوم الدينونة الرهيب، لما يسألنا غاد يسوع ويحكي لنا: يا فلان يا فلانة، شو عملتي في حياتك؟ شو عملت في حياتك؟ أنا أعطيتك كل إشي، أنا متت من أجلك، تعال احكي لي شو عملت؟ يا ويلنا، كيف رح نوقف أمام هذا المنبر الرهيب لكي ندان أمام الله العادل غير المحابي ولكن المحب الرحوم الرؤوف؟ شو منا نجاوب؟ شو منا نحكي؟ قديش مهم إنه نستعد لهاي اللحظة اللي رح نوقف فيها أمام المنبر الإلهي لكي نسأل، لكي ندان، لكي نقف أمام الدينونة، حتى كل واحد منا يؤدي جواب حسن زي ما منحكي في الصلاة: أن تكون أواخر حياتنا مسيحية سلامية بلا حزن ولا خزي، وجوابا حسنا لدى منبر المسيح المرهوب نسأل. نعمة الروح القدس أبنائي جمعت الكنيسة. في بابل في العهد القديم كبرياءنا، زي ما كبرياءنا في الفردوس طردنا من الفردوس، برضو كبرياءنا على زمن بابل فكرنا إنه نحن بالأمور الدنيوية منقدر نوصل لله، وعشان هيك هناك في بابل الله بلبل الألسن، وأصبح في لغات في العالم، صار في تبلبل في الألسن، تفرقت الشعوب مع إنها كانت شعب واحد، فرقوا وأصبح عندنا شعوب، أصبح عندنا لغات. في حلول الروح القدس في العنصرة شو صار؟ طلع الرسول بطرس ووعظ وعظته الشهيرة،
وآمن فيه أول 3000 نفس. شو اللي لاحظنا صار؟ اللي هو التكلم بالألسن من خلال حلول الروح القدس. أصبح كل واحد من الموجودين مع إنهم كانوا من أمم عديدة بتكلموا لغات عديدة، بلش كل واحد من الموجودين يسمع وعظة الرسول بطرس بلغته وفهمها، فهمها، وعشان هيك آمن في المسيح بوعظة الرسول بطرس. وهون شو عمل الله؟ بتأسيسه للكنيسة جمع الأمم إلى اتحاد واحد زي ما منرتل في الكنيسة، يعني أصبحنا كلنا نتكلم لغة واحدة. أني اللغة هاي؟ شو هي هاي اللغة؟ هي لغة المسيح، هي لغة الصلاة، هي لغة المحبة. هاي هي اللغة، لغة الروح القدس ولغة ربنا وإلهنا ومخلصنا يسوع المسيح، اللي من أجلنا كابد الألام، صلب ومات ودفن وقام من بين الأموات وأصعدنا إلى السماوات. فبالتالي تأسيس الكنيسة، ونحن كأبناء في الكنيسة مش لازم ننسى إنه نحن لازم نتكلم لغة واحدة، وهي هي لغة المحبة. قديش أنا بخاف لما بشوف المسيحيين في زمننا ما بيتكلموا لغة المحبة، بيتكلموا لغة الحقد، البغض، النميمة، لغة الإدانة، لغة الأفكار السيئة لبعضهم البعض. وبتساءل وبحكي، هل هاي هي الكنيسة اللي أسسها المسيح؟ هل هدوم هلم أبناء المسيح اللي من أجلهم مات المسيح على الصليب، سفك دمه على الصليب؟ كل واحد منا أبناء اليوم يراجع نفسه، يراجع نفسه، هل هو بيتكلم بلغة المسيح، بلغة المحبة؟ وصيتي أعطيكم، وصيتي أترك لكم، أن يحب بعضكم بعض كما أحببتكم أنا. بهذا سيعلم العالم أنكم تلاميذي، إذا كان لكم حب بعض لبعض. هاي هي اللغة. وكيف هاي اللغة نحن منعيشها ومنقدر إنه نفعلها بحياتنا؟ لغة المحبة، لأنه بدها تضحية. مش سهل إنه نحب، بدنا نموت حتى نقدر نحب. إذا ما متنا ما بنقدر نحب. إذا ما قطعنا كل رغباتنا وكل شهواتنا ومتنا عن العالم ما بنقدر نحب. اللي بحب هو حر، وحتى يوصل للحرية بده يضحي كتير، بده يصلب ذاته زي ما حكى إنجيل اليوم. مين بيستحقني؟ حكى المسيح. من ترك أبا أو أما أو ابنا أو بنتا أو أخا أو أختا أو بيوتا أو حقولا، بده يترك كل إشي ويتبعني، وإيش كمان؟ ويحمل صليبه. حكوله التلاميذ، نحن تبعناك، شو رح ناخد؟ حكى لهم، رح تاخدوا 100 أضعاف اللي أعطيتوه هون في هاي الحياة والملكوت السماوي. المسيح ما بتركنا حتى من هون، بعطينا من هون نعمه. وعشان هيك ابن المحبة بعيش سلام وفرح. في إشي بعادل فرح المحبة، فرح والسلام إنك أنت تتكلم لغة المسيح؟ قديش بشوف ناس محزونين، ناس قلقين، بتشوف عيونهم فيها حزن، بتشوف فكرهم مشتت، قلبهم مليء بالقلق، بالاضطراب، بالحزن. طب ليش؟ هكلانين هم، هم إيش؟ بتفكر أنت أو أنت لحالك؟ هاد كبرياءنا أبنائي، كبرياءنا وغرورنا، منفكر إن نحن لوحدنا، عشان هيك نحن منحزن. لو فينا تواضع كان ما منحزن، لأنه منعرف جبنا هو المسيح، وشو بيصير في حياتنا رح يكون للصالح، وإن كان مؤلم وإن كان موجع، ولكن رح يكون للصالح. هيك منفرح، هيك في داخلنا بيكون في سلام، ما في قلق ولا اضطراب.
لغة الكنيسة، لغة المحبة كيف منفعلها في لغة الصلاة. لغة الصلاة هي اللي بتعلمنا كيف نتكلم لغة المحبة. بدون صلاة ما منقدر نحب، من حب العالم، حب المصلحة، من حب اللي بحبني. المسيح ما علمنا هيك، حكالنا بدك تحب عدوك، ما بدي تحب اللي بحبك. شو المنفعة إذا حبيت اللي بحبك؟ بيع وشراء. كيلو البندورة بدينار، هاي دينار وهي كيلو البندورة. بتحبني بحبك، بيع وشراء، ما إلك أجر عندي. أنت تاجر في هاي الأرض، ولكن أنا شو بدي منك؟ بدي منك تحب عدوك، غاد بدي أشوفك. وهون بتكمن لغتنا، لغة الصلاة، حتى نقدر نتعلم لغة المحبة. ربنا يأهلنا أبنائي في هذا اليوم المقدس، لأنه اليوم الأحد بعد أحد العنصرة. الكنيسة شو رتبت اليوم؟ إنه يكون أحد جميع القديسين اليوم، لأنه في قديسين منعرفهم وفي قديسين ما منعرفهم، هم مجهولين. اليوم الكنيسة حطت عيد لجميع القديسين، وعشان هيك اليوم كمان كثيرين من آبائنا وأجدادنا وجدودنا وأباء آبائنا في منهم قديسين، وكثيرين قديسين من آبائنا وأجدادنا اللي حافظوا على إيمانهم الأرثوذكسي وعلى وجودهم المسيحي في ظروف كانت كثير صعبة عليهم، ولكن ما أنكروا المسيح ولا تركوا إيمانهم الأرثوذكسي ومحبتهم للكنيسة ولربنا. في بعض منهم استجهد، وفي بعض منهم كابد آلام كثيرة ومجد الله بحياته وتقدس. اليوم الكنيسة بتحيي تذكار جميع القديسين اللي منعرفهم واللي ما منعرفهم. بشفاعتهم وطلبتهم ربنا يحمينا ويحمي كنيستنا ووطننا والعالم أجمع. أمين.